تشهد مدينة ماسينيا نشاطات الأسبوع الوطني للمرأة الشادية دورة 2017، حيث قامت وزيرة المرأة إليزابيث كادي بزيارة إلى إحدى المشروعات الصحية بشارب قرمي. تقرير سرية محمد بروح. على رأس وفد رفيع المستوى يتكون من وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي إليزابيث كاد ومنسق مشروع بيرت عثمان محمد صالح، قاموا بتفقد بداية مشروع البيطري البالغ مساحته حوالي 500 كيلومتر التي سيشملها مشروع بيرت البيطري والتي ستغطي 11 من محافظات البلاد، أذكر منها شاربة قرمي، حجر لميس، إغليم البحيرة، مايوكيبي الشرقي والغربي. هم قاعدين طبعا بعيد من المدن، قاعدين بعيد وهم ما بهايم والأولاد وكل شيء بعيدين، ولا عندهم المهمة من ناحية الصحة ناقصين، من ناحية الماء الصالح للشرب ناقصين، من ناحية المدارس ناقصين، من كل شيء المهم ناقصين. المشروع هذا يجي عشان يحسن الحالة. علما بأن هذا المشروع قد نفذ منذ عام 2011 وبدأ العمل به رسميا عام 2012، يعمل به حوالي 2000 من العاملين بمختلف التخصصات، وخير مثال لذلك قرية باشروما التي تبعد حوالي 35 كيلومتر من مدينة ماسينيا. يشمل هذا المشروع مدارس ومستشفيات وسلخانات ومعامل لتعليم مستخرجات الألبان ومراكز لتدريب العاملين، إضافة إلى صهاريج لمياه الشرب. ونشير إلى أن هذا المشروع قد نفذ منه حوالي 75% على نفقة البنك العالمي للتنمية.